وينضم معنا عبر الهاتف مراسل الإخبارية من المكلا عبد الرحمن بن عطية. عبد الرحمن أهلا بك، كيف هي تحضيرات المؤتمر وما هو حجم الإقبال على المشاركة؟ نعم، في الحقيقة بدأت يوم أمس أولى فعاليات تدشين المؤتمر الحضرمي الجامع الذي يأتي برعاية السلطات المحلية وأيضا الذي دعا له حلف قبائل حضرموت أو حلف حضرموت. هذا المؤتمر سيكون شاملا لكافة أبناء المنطقة لأبناء المحافظة. هذا المؤتمر أيضا تم جمعه بحسب القائمون عليه وأفكار تم جمعها من أجل تدارسها ومناقشتها. المؤتمر حسب المشاركين فيه سيستمر إلى قرابة شهر كامل للخروج برؤية سياسية موحدة لجميع أبناء المحافظة. محافظة حضرموت تشهد استقرار أمني واسع بعد عملية تحريرها في إبريل نيسان الماضي. الآن تقوم مساهمات مجتمعية واسعة ودعم مجتمعي كبير لمساندة السلطات في المحافظة. هذه العملية تأتي في سياق دعم الشرعية اليمنية وأيضا التأكيد على المخرجات الشوارع الوطني وأيضا كل ما يمثل الشرعية اليمنية في المحافظات المحررة. أيضا محافظة حضرموت شهدت قبل عدة أيام عمليات عسكرية ضد أوكار لعناصر تنظيم القاعدة. بعض الفلول التي لا زالت تنشط في بعض المناطق القريبة من حضرموت. في هذه الأثناء تأتي مباركات واسعة من قبل نخب سياسية وأكاديمية تعزز دور الأمن والسلطات في المحافظة وتكفل جميع ما يمس المحافظة في الأمن والاستقرار. لكن عند بداية فكرة التحضير للمؤتمر ولم الشمل، كيف كانت ردود الأفعال من المواطنين؟ هناك ردود أفعال واسعة. الحلف الذي أطلق هذه الدعوة في العام الماضي أثناء الهبة الشعبية هناك استقبال أو تقبل شعبي واسع في مواقع التواصل الاجتماعي نلاحظه، وأيضا في الشوارع والأماكن العامة هناك العديد من اللافتات ومن التفاعل والشعارات التي تدعم هذا المؤتمر الذي يؤمل عليه المواطنين آمالا كبيرة، خاصة وأن هذا المؤتمر يأتي في هذه الظروف الصعبة الذي يعني يجعل جميع أبناء المحافظة يصطفون في مكان واحد ويتآزرون ويجتمعون من أجل الخروج إلى برء الأمان. مراسل الإخبارية من المكلا عبد الرحمن بن عطية، شكرا جزيلا لك.